بدأت قصة الحياة مع بداية الزمان، وبالتحديد من وقت ولادة كوكبنا. كان على الطبيعة أنها تستعد لحدث عظيم هو استقبال الإنسان على كوكب الأرض. وكانت مهمة الطبيعة تجهيز كوكب الأرض للبشرية قبل ما يسكن الإنسان بمليارات السنين، والتأكد من توافر كل المتطلبات اللازمة لاستمرار حياته على الأرض. وزي ما البشرية قامت على التنوع والاختلاف في الجنس واللون والقدرة على التكيف، استمرت الطبيعة في تشكيل ملامح الكوكب على مدار مليارات السنين بنفس تنوع واختلاف طبيعة البشر. فمنحت الأرض الغابات والصحاري والأنهار وغيرها من النظم البيئية المختلفة، وبعد عصور متتالية ومن بعد ما أصبحت الأرض مستعدة لاستقبال الحياة عليها، سكنت آلاف الأنواع الحية غاباتها وصحاريها وجبالها وبحورها، من أول الكائنات وحيدة الخلية للطحالب والرخويات وصولا للديناصور. واستمرت الكائنات في تنوعها وتطور أجيالها بفضل تطور جيناتها الوراثية، وشكلت مع بعض حلقات سلسلة مترابطة ومتوازنة رغم كل اختلافاتها في الأجناس والجينات ونوع الغذاء. وقدرت بتنوعها إنها تتكيف مع طبيعة كل نظام بيئي حسب طبيعته ومناخه ووفرة المية والغذاء فيه. ومع قرب موعد استقبال الكوكب للبشر، كان التنوع البيولوجي بكل أنواعه الحية وتكيفها مع الأنظمة البيئية هو الدعامة الرئيسية لاستمرار حياتنا على الأرض، وأصبح الضامن الأساسي لتوفير متطلبات حياتنا من الهواء والغذاء والموارد. وبعد ما أصبح الكوكب في كامل استعداده، سكنت البشرية الأرض. كونت البيئة والكائنات الحية بقيادة الإنسان أوركسترا بتعزف سيمفونية الحياة. وكانت الرسالة للبشرية أن خروج أحد العازفين عن النوتة المكتوبة كافي لإحداث خلل هيشعر ويتأثر به كل العازفين. والحقيقة أننا كبشر ما نقدرش نعيش من غير تنوع بيولوجي، إنما التنوع البيولوجي كان قادر يعيش من غيرنا المليارات السنين. وده بيحسم إجابة السؤال المهم: هو مين اللي محتاج مين؟ والإجابة إن إحنا اللي في حاجة شديدة للتنوع البيولوجي، اللي بنعتبر إحنا أحد مكوناته، وإننا لازم نحميه من نفسنا بعد تدخلنا المفرط في أنظمته البيئية خلال القرون الأخيرة، وعدم انتباهنا إننا هندفع فاتورة ضخمة تمن تسببنا في تدهور البيئة أثناء رحلة تطور حياتنا السريع خلال العصر الحديث، خصوصا بعد اكتشافنا للوقود الإحفوري المتسبب الرئيسي في التلوث والصيد الجائر لبعض الأنواع اللي انقرضت أو اللي على وشك الانقراض، واستخدامنا غير المخطط لموارد الأرض. وكانت نتيجة انتباهنا المتأخر للطبيعة إنها أصبحت بتعبر عن غضبها المتزايد يوم بعد يوم في كل أنحاء الأرض. كان آخرها تفاقم آثار ظاهرة تغير المناخ نتيجة عدم مراعاة الدول الصناعية الكبرى للبعد البيئي أثناء بناء نهضتها، وأصبحنا معتادين على الفيضانات والأعاصير وجفاف الأنهار والتصحر وحرائق الغابات اللي بدورها بتشكل خطورة متزايدة على التنوع البيولوجي وبتهدد استقراره واستقرار حياتنا.
النهاردة ومن على أرض مصر مهد الحضارة بنقدم الدعوة للعالم لتصحيح المسار وتعويض الطبيعة عن أضرارها، بعد ما استوعب العالم الدرس وانتبه لأن طموحات الإنسان ورغبته في التطور مش لازم تكون على حساب الطبيعة، والأفضل أن الإنسان يكون حريص على وضع الطبيعة ضمن حسابات تطوره اللي في الحقيقة هي دعم لاستمرار حياتنا وتأمين مستقبل أجيالنا اللي جاية. ونبدأ من دلوقتي بدون أي أعذار أو تردد في التفكير بشكل جاد في الاستثمار الأخضر في كل القطاعات اللي بتخدم أو بتأثر في البيئة، ونربط الاستثمار في الطاقة والصناعة والتعدين والصحة والبناء بخدمة البيئة والحفاظ على تنوعها البيولوجي، ونجعل من شعار مؤتمرنا صيحة قوية للعالم. فلنبدأ الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل البشرية ومن أجل الكوكب.